خمسة ثلاثة باثنين، شو عبالك؟ صحنتين كتير 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 حلوة، والعالم كتير مبسوطة، في كتير كلاب، في كمان كتير ولاد. ما صدق قصدي انه الكلاب ار ويلكم، والولاد في عندهم اكتيفيتيز ببلاش وكتير مبسوطين، وفي اكل كتير طيب، وفي مونة وغراض تشترون. روعة روعة روعة. شو بدي خبرك، بعائد اجواء حلوه، عيش كل الناس مبسوطه، كنت خرج له هيدا رحنا وهيدا جونا، هيدا هي الاجواء هون كل يوم كل يوم كل يوم، بس خاصه نهار الاحد ساعات بيصير اسمه لا كومبانيون فيل. اذا عندكم سياره كهرباء فيكم تجوا تشرجوا عنا سيت فود ماركت، الفارمرز ماركت ورانا، اجواء كتير كتير حلوه، فيكم تجوا تتمونوا وتنبسطوا، اولادكم بيجوا بينبسطوا ببلاش، كيدز فري كيدز اكتيفيتيز. مش بس هيك، بتفوت على المحل تروحوا بتتسلوا، مثل ما شايفين في باركينج للعجقه والاجواء، وهون الشباب يلي كل واحد عم يصور وحده، وكل واحد مسؤول عن اكاونت، واحد لهميت باي نيتشر، كريم عم بيعمل دوكيومنتري على المحل، وهيدا نحن برمنا عند الكل، اغلبيتهم فيكم تحضرون باول فيديو وبثاني فيديو، رح كفي هلا فرجيكم الاجواء، ناس مبسوطه، ونشوف شو عندنا اشياء سبيسيال بهذا الماركت. يلا نكمل. هاي كلوديا كلارا، نحن عنا فارم صغيرة فيها بقلبها بقر ومعزة وغنم، ونحن نعمل دايري، يعني كل شيء قلبين وأجبين على أنواعها، من حليب، من لبن، من جبنة بلدية، من جبنة الحلوم، العكاوي، العكاوي تشيكي، الشانكليش، الكشك الأخضر اكسترا. واليوم نحن مشاركين بالإيفنت كرمال نعمل شيء جديد اللي هو شاورما حلوم، ونحن أكيد بننزل على الأسواق وبيخلينا نستمر بهذا الموضوع. نحن بنعمل على طول كل شيء برودكت جديد، مثل سوشي تشيز بوت، نعمل حلوم على شكل سوشي روم، نحشي بقلبون كبيس وبندوره وزيتون وخس. اون بلس على كل مناسبة بنعمل شيء كمان مهضوم، على نوال كنا عاملين شيء اسمه حلوم، يعني هي حلوم على شكل بيوش ومزينها بالموتيف تبع نوال. واليوم عم نعمل اكيد سيخ الشاورما يلي بقلبوا فيه حلوم، مع ساندوتش كثير طيبة يلي فيها حلوم، شكلة الحلوم، زيتون وكبيس وخس. واللي بيميزنا عن اكثر شيء بالبرودكت تبعنا انه كله فريش وبلا مواد حافظه، وكله شغل البيت، يعني مش حدا ثاني عملوه، وكلنا فاميليا مع بعضنا بنشتغل بتعاون ومحبه. اكيد اعطوني لو مش طيبه كثير طيبه. مجبور اعطوني كل شيء براوند بلبنان وحده اطيب من حلوم. اتفقنا. حبيت فكره حلوم شاورما لنغير ما بياكل لحمه. هنبلش من النص نشوفه كيف محشية مزبوط فريش، هنسميه فيجيتيريان حلوم. طيب كتير، هتبلش بالخس، المندورة والحلوم
اللي ما بيزيزق ما بيعلق خفيف مشوي. ساندو شوي كتير ماشي عبيكم؟ تجو عالسوق ما في منه إلا هون. مرحبا، نحن بناتور باي مارك ذا جار. هيدا بينات بتر معمول مع مربى، مربى الفريز، عندنا مع مربى التوت، وعندنا كمان هيلثي تشوكلت سبريد معمول من فستق بندق تمر كاكاو بدون سكر بدون حليب. افتح توقك. بينات بتر مع فريز هيك بهيدا الشكل. اوه كتير طيبة هيدي، كتير كتير طيبة. أول شيء تعرفت على البراند هلا، حبيت كتير اللوجو، حبيت كتير البراندينج، حبيت كتير هيك الأبروتش مبين من كأنه جاي من برا لبنان، يعني شغلين على إدارة التفاصيل، كاتبين عليها فيجن، جلوتين فري، نو أدد شوجر، وهيدا حبيتها كتير. هلا لازم هيدي تكون تقضينا جمعة بس إنه كتير حبيتها. شوكولا بيقرش، ما بيعلق، وتحت very interesting texture. And healthy. Bravo. Bravo. Fuel to go. Very nice. Hi there. It's a journey. هاي صباح. هدول البرودكتس اسمهم سبلاشي سوبر فودز، عبارة عن هيلثي بريكفاست، ما بنستعمل سكر، جلوتين فري وناتشرال وأورغانيك. اوكي هدول البيزي عالم مثلي، يعني بدك الصبح تحضر يور بريكفاست بدقيقتين ثلاثة بيكونوا ريدي، وفيك تاخذهم سناكس على اوفيس اما دورينج ذا داي. سو ذاتس ذا كونسبت. في عندنا بانكيكس، oats, chia, dates, brown rice. بنعملوا بدقيقتين بصير عندكم pancakes ready. في عندكم oats mixes مع dark cacao, maca powder. في هون مع apple chips. في عنا ال vegan protein من ال pea protein after sports، يلي الناس بتعمل سبور وحتى اذا ما بتعمل سبور، وهن لكل الفاميلي مش بس لعالم معينين، حتى kids can have them. هاي كيفكم؟ دينو كان بيك. نحن عنا كل شيء فيجن برودكتس. في عنا بيور بينات باتر اللي هي بلا سكر بلا زيت بلا ملح، نو ارتفيشال اديتيفز. وفيكم اتس منها كريمي ومنها كرانشي، اتس هاف هاف، فيري تيستي. في عنا كمان تشوكليت سبريد كاشو باتر. تشوكليت سبريد بيجي معمول من هون باتر، بينات باتر مع دبس خلدون كوكونات اويل دارك كاكاو. فينا نجيبكم اياه كمان، بيجي بيقولوا لنا انه better than Nutella. Very tasty, very healthy. يلا مو بكام انت؟ كله باي. خلصوا؟ وين الأكلات؟ راحوا الأكلات، أكلناهم كلهم. يلا إن شاء الله مرتي جاية منزيد ومناكل ومننبسط مثل اليوم. الحمد قررتي جت الفكرة. أنا شخص بقتنع بالبرايفت ليبل، وكون واحد عنده الأون براند تبعه بيكون مور سكيور بالتسويق وبال
ايدياز اللي هو بيقدر يطلعها ويقدر يعمل وايد رينج من الاصناف اللي بيقدر هو بيحبها. سو اجت الفكره انه عندي تو برايفت ليبل، وحده اسمها نيكس اللي هي فيها هيلثي برودكت الباريت كلهم فيهم سبلمنت، والبراند الثانيه اللي هي 24/7 كمان. اتس الايديا اجت هون من التراديشنال سمسميه وفستقيه، عملنا لها ايفولويشن وعملناها من الكاتيجوري هيدي ايشو انه ما كانت اخذ حقها وهلا اخذت حقها، واكيد الناس صارت عم تلحقنا بهذا الموضوع. غير انه كمان عم نعمل براند اسمه ابيتيت مع شركه اسمها ايتيل، عملنا تقريبا سيميلر از الاكسبورت وان. في التابلتس هنا بيشبهوا، في عنا اللي بيشبهوا المينيونات، وكله صنع في لبنان، كله بلبنان. يعني الباكجينج واحد بيطلع عليه وبيقول انه واو اكيد جاي من برا لانه شيء كثير مرتب، كله جاي من هون. اكزاكت كله صنع هون. عم نعمل البينات باتر باسم ناتستر كمان، هوم ميد كله ناتشورال، وعاملين قصص هاي ان بروتين كمان باسم نيكس. خلينا نحكي عنهم، هن ريدي تو اكسبورت مع كل التفاصيل اللي لازمه. اكزاكتلي كلهم كله محطوط ريدي فور اكسبورت، والباركودز كل شيء واضح عليهم، ملتيبل لانجويج لاوروبا، بلاد العربيه، لامريكا، كله ريدي. سو كمان هدول 24/7 هدول الكراميليز ناس بتاكلون بنيويورك على الطرقات نفسهم، على 3 فليفر بيناتس الموند وكاجو. نحن الوحيدين اللي بنعمل الكرانشي سيزامي سمسميه بستيفيا دايت لايت، ما فيهم سكر. عندنا الباريت التراديشنال كله موجود، وعاملين الباور بار، اتس ان انرجي بار قبل الجيم كمان، ات ويل هيلب تو جيت انرجي.